اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك مع معالي السيد وكافا ميليكوس ياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال الاجتماع تم بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات والارتقاء بها الى افاق ارحب بين البلدين والشعبين الصديقين بالاضافه الى مناقشه اخر تطورات الاحداث على الساحتين الاقليميه والدوليه وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على بيان مشترك لاقامه علاقات دبلوماسيه بين البلدين